موضوع ابو تريكه يعني انت تحدثت فيه ولك ايه وانا قلت ايه طيب؟ ولك فيه وجهه نظر. انا اقول لك لا ما انا مش عايز اقول انت قلت ايه، انا بقول لك لماذا هذه الغضبه والناس زعلانه منك جدا فيه، وما كانش ينفع تبقى معايا وما اسالكش. لا كان ينفع ما تسالنيش، ليه تسالني انا مش عايز اتكلم فيه. مش عايز تتكلم خلاص تحفظ. لا عشان انت قلت اسال. لا لان انا انت قلت لان انا قلت أيوه. كمان قلت الاستاذ ابو الاستاذ ابو المعاطي ذكي لازم هو اللي يرد. اول حاجه اي مشجع بيحب ابو تريكه ده فوق راسي، ده كلام محترم. وابو تريكه نفسه كلاعب كره قدم فوق راسي، كنجم كبير فوق راسي. كاراء سياسيه انا مختلف مع 180 درجه ماشي. انا لما اتكلمت قلت ان الكلام اللي هو قاله يعني على صلاح ما ينفعش يقوله كنجم كبير هيتنقل عنه، لانه نجم كبير هيتنقل عنه. طب ما كل النجوم اتكلمت يا ابو محمد. كمل كلام. هو اول واحد اتكلم كنجم كبير الصحافه الانجليزيه تنقل عنه، فاخشى ان ده يعمل مشكله لصلاح. حاجه الثانيه، محدش يا عم ابو تريكه انا عارفه من اول ما دخل النادي فيقول لي سمعت. انا كنت بقف قدام المرايه اقول بقى الخلق دي مش هيجي عليا يوم حد يعرفها، لحد قبل اول ما جه في 2004 2005 وكان بيكلم محمد وكانت ليك علاقه مباشره بيه ممتازه. انا لحد ما سافر قطر ماشي، واحنا هنسافر له قطر وهنتعزم في بيته على العشاء وهناكل ونشرب معاه والدنيا هتبقى زي الفل. يبقى الاختلاف في الرؤيه السياسيه ده امر خاص بكل واحد، لكن له مني كل الاحترام وكل التقدير. فكره بقى ان انا اتنازل عن رايي اللي انا قلته ده رايي قناعتي الشخصيه. قناعتي يعني انت اختلاف سياسي بس طبعا. الناس فسرته وكانك حاجه تانية بس لما حصل كمان موضوع المصالحه مع قطر، احنا مع الدوله المصريه في اي قرارات التنفيذ طبعا، تصالح هي الادرى، تخاصم احنا معاها، تصالح احنا معاها، ده قرار نهائي فيما يخص العلاقات السياسيه. ماشي سمعت والنبي ما تشيلش حاجه. لا 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 يا عم، لا 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 اي حد يتجاوز يا عم اللي يتجاوز يتجاوز. لا 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 احنا ناس محترمين وناس محترمين. اول واحد في مصر كلمت معاه المستشار محمد عثمان محامي ابو تريكه وقال لي يا استاذ معاطي الوضع 1 2 3، طب في مانع قانوني قال لي الموضوع كذا 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 كذا، تو طيب يبقى احنا كده ما نتكلمش. قال لا ما نتكلمش. ليه بقى ما نتكلمش؟ عشان لو احنا اتكلمنا ده يضر ابو تريكه، فاهمني؟ ابو تريكه لاعب كره فوق الراس، اراء ومواقف سياسيه انا ضده مليار الميه. لو حد زعل مني عشان انا بقول ان انا موقفي السياسي مختلف معاه يبقى مش وطني، يبقى مش مصري. يعني فاهم انت ازاي؟ واحد بقى يقول لي لا اعتذر له، اعتذر له في ايه؟ ايه الغلط اللي فيها؟ انا لم امس تاريخه الكروي ولا حب الناس ليه؟ ولا حتى الاخلاقيات ولا العلاقه الانسانيه. في بقى ناس فاهمه نفسها انها يعني ايه مش عارف ايه يا ابني في ايه؟ الكلام اللي بيقوله كلام عقل ومنطق. بالظبط كلام عقل ومنطق، كلام عقل ومنطق. عمري ما هتفق مع واحد الدوله بتقول عليه اي كلمه كذا. ماشي هتيجي تقول لي مظلوم، مظلوم مظلوم، ربنا يفك ظلمه وربنا يفك كربه ويرجع بلده وكل شيء يبقى كويس، وهو لو ما رجعش ادينا احنا رايحين له.